مرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وعن الأعمال الفنية اللي هتشوفوها إن شاء الله على شاشة الحياة وغيرها من الشاشات من المتحدة للخدمات الإعلامية وتسع شركات إنتاج كبيرة الحقيقة، وداخلين منافسة وإن شاء الله تكون المنافسة دي في صالح المشاهد. طبعا خليني أجدد تحياتي بأستاذ طارق الشناوي الناقد الفني الكبير والمؤلف أستاذ أحمد عبد الفتاح. ويمكن طرحنا قضية قبل الفاصل كنا بنناقشها، مسألة الفن وعلاقته بالواقع وعلاقته بالمجتمع، هل هو بيرصد الواقع ولا بيحاول ان هو يغيره؟ سلوكيات سلبية، حاجات مش عايزين نشوفها في حياتنا، ازاي الفن يكون لاعب رئيسي ومؤثر في تقويم او تغيير السلوكيات دي؟ في فرق بين الرصد وبين الترويج. ترصد شيء سلبي، ده دورك ككاتب كمبدع، تروج له، هنا دخلنا في المنطقة الخطأ. بمعنى ما نقدرش ننكر ان في سلبيات في الشارع. طب. لان احنا مش في غرف مغلقه او يعني، لا، الاجواء زي الهواء، لو في جراثيم وفي ميكروبات ما انتش في غرف معقمه، مش كده؟ صحيح. الدراما تعمل ايه؟ بتبص على الواقع ترصده، لكن اذا كان هناك سلبيه لا تروجها لكن تشير اليها، زي العنف موجود، ما نقدرش نلغي العنف في الشارع موجود، والعنف مش بس بالجسد، بالكلمه، في عنف لفظي كمان، في يعني انفلات احيانا يترصد بس ما تروجش ليه، من يعني تطل بس عليه ارصده وبس، ولا ارصده واقول ده غلط؟ ما هو ده، ما انت مش هتروجه. مش يعني لن تروج له، يعني ايه؟ لن تدافع عنه، هتبين ان ده وجه سلبي. يعني لكن لا تتجاهل ان هناك في سلبيات، يعني ما نقدمش كارت بستان، لا نقدم الحياه ونرصد الاخطاء. يعني استاذ طارق انا هدي لك مثلا، لما الرئيس اتكلم، ودي قضيه خطيره وكلنا رصدينها وبنتكلم فيها ويمكن بيتكلم على تشريع كمان يواجهها، مساله العنف. العنف بقى الاسري على الزوجه على الطفل، الكلام ده كله. لكن لما اسالك كل عمل يعني لازم ضرب؟ يعني لازم ولا انت وانت بتضرب الست دي يعني في الاخر تقول والله ده انعكس، ما اعرفش بقى تتعالج ازاي، على العلاقه الاسريه والعلاقه الطيبه في البيت وبين الراجل ومراته، ولا اجيبه بتضرب وخلاص؟ انا رايي ان المشوه اكتر من المراه، الرجل اللي بيضرب. يعني لازم احنا يبقى العنف بالنسبه لنا اللي كمتلقي، انت كمتفرج تبقى ترى ان العنف خطا او خطيئه. يعني لازم الرساله تبقى لما برصد عنف، لما بقدم عنف، يبقى لازم اعرف انه ده خطيئه. الخطيئه مين اللي ارتكبها؟ الرجل. كويس. طبعا في موروث، كنا بنتكلم حتى في الفاصل ان في موروث كوميدي قدمته السينما، لكن ده كان له زمن خمسينيات وله يعني ايه حالته الكوميديه، الناس تاخدها بضحك في الاخر، زي حنفي وكلمته تنزل الارض وما نزلتش الكلام ده. ايوه ده دي نكت. لكن لما بنتكلم بقى بواقع اجتماعي وبرساله اجتماعيه، نقول ان ده خطا، يعني لازم يبقى ده بقى ان هذا خطا. بس انا رايي انه الرجل الذي يقسو على المراه ايا ما كانت، بنته، زوجته، زميلته، هو المشوه مش هي، هو المشوه.